اختصر زنجبار في اقل من دقيقتين. ابي ورقه الدخول هذه. التاشيره اونلاين او عند الوصول. البلاستيك ممنوع هنا. وهذا اسعار الشرائح. حمل محل هذا وصرف العمله هناك. ترى هذه دار السلام مو بزنجبار. اوبر موجود هنا. سكنت في تشيلسي ب 138 ريال. هنا تقدر تحجز الى زنجبار وهذه الاسعار والفئات. مول اوروا. المول صغير مره. هذا مول اكبر واسمه مليماني. هذا السمك من عند مطعم سمكي. هذه شربتهم كبيرة مرة. الآن نركب الفيري ونروح إلى زنجبار. شكل باخرة من الداخل. وأخيرا وصلت إلى زنجبار. غرفة في المدينة الحجرية ب 217 ريال. كذا شكل المدينة الحجرية. مطعم لقمان أشهر مطعم في زنجبار. طلبت حلل موز ورز برياني. حصن القديم في زنجبار. هذا شكل الحصن من الداخل وفي محلات بيع تذكارات وغيرها. في هنا مثل المسرح. هذا السوق الليلي لبيع المأكولات. بعدين تلتفت باتجاه هذا الكورنيش وهذا البحر. وهذول منطقة اللي ينطون على البحر. شوفوا هذا مثلا الحين بروح وينط هنا فوق. ممكن تجرب عصير القصب. هذا غابات جوزاني والدخول ب 25,000 شلن. هذا من داخل غابة. الغابة فيها ترى قرود كثير. وهذا قرد من قريب. وهذا اشجار المنغروف. حديقة التوابل وهذا الكركم. هذه شجرة الهيل. هذه جوزة الطيب ممنوعة في السعودية. وهذه بذور القهوة. وهذا شجرة. هنا يبيعون منتجات. لبسنك ذا الطاقية أو ذا العقل. هذا تتذوق الفواكه هذه. وهذا سوق البهارات. سوق التوابل في وسط زنجبار في المدينة الحجرية. وهذه المحلات الخارجية اللي في السوق. جبار كافي هاوس أحد الأشهر الكافيهات اللي موجودة هنا. كل كافي من الداخل وكأنه متحف. يفوتكم قهوتهم والحلى اللي عندهم. الغداء في هذا المطعم الجميل. هذا محل يبيع الأحجار الكريمة. 20 دولار باخذ البوت هذا واروح الجزيره هذه وكل الجزيره الثانيه. هذه الجزيره وتشتري بالسلاحف المعمره والسجن الموجود فيها. الجزيره الثانيه ناكابندا. بيت العجائب مغلق. هذا مطعم سيكريت جاردن. هذا طلبي وهذول اللي بيطربونا بعد شوي. وهنا بداوا يطربونا. فرع ضيق هذه في المدينه الحجريه ودخلت موسوعه جينيس الارقام القياسيه. عندهم محلات لبيع المنتجات الطبيعيه. هذا متحف الاميره سلمى اللي هربت لكن التصوير داخله ممنوع. هنا مكان الرق وسعر الدخول ب 5 دولار.